شفتي بعينك يا دعاء؟ انتي من شوي تهمتي بالكذب والتخطيط للمؤامرات وقلتي ما فيها أخلاق، بس ليكي هي عم بتدافع عنك. كيف ما حن قلبك عليها؟ كيف ما حسيتي بشعورها؟ عن جد انتي ناطي وحدة بلا ضمير. هينا خلص. لا بقى تزعجي دعاء بكلامك. لا، اتركها تطالع يلي بقلبها، هذا اللي أنا بستاهله. سمعتها وكرامتها صاروا بالأرض ولسه عم تشككي بأخلاقها؟ معقول؟ انتي مو حاسة بالخجل بالمرة؟ أمي بكفي، لا عاد تقولي الأشياء كرمالي. ودعاء لو سمحتي لا بقى تجاوبيها، وإلا رح تتعب إذا ضلت معصبة. يعني إذا مو فارق معك حدا هون، على القليلة فكري بصحتك. بكفي لهون، يمكن قدرتي تضحكي عليهم بأسلوبك، بس تأكدي ما فيكي تخدعيني. دعاء انتي فهمانتيني غلط، لو سمحتي حاولي تستوعبي اللي صار بشكل تاني. خلصنا، وقفي هالتمثيل بقى. انا شفتك على حقيقتك، ما بعرف عقلي وين كان لحتى ما قدرت اشوف كذبك ولا عيبك. لا انا ما عم بقدر صدق، ليش عم تحاكيني هيك دعاء؟ لو سمحتي حاولي تفهمي شو يلي عشته، حتى انتي ما سألتيني شو يلي عمله معي او كيف عمله. خلص حدود للكذاب. انتي وحدة مخادعة وكذابة كبيرة، وانا بعمري ما شفت مثلك. شو هالتصرف؟ خلص بقى بنتي. ولا مرة كنتي عنيدة هالقد، الحقيقة قدام عيونك، ومع هيك مو حابة تشوفيها. انت يلي ما بدك تشوفها حيدا، هي البنت عم تكذب وتضحك عليكم كلكم، وانت عم تصدقها وما عم تسمع كلامي. انا مو قصة عم صدقها، هي ما حكت شي اصلا. انا عم صدق يلي شفته، ويلي شفته مستحيل يكون غلط. دعاء شو عرفك مو غلط حيدر؟ انت بالاخير بشر، والبشر عادي انها تغلط. انت يلي عم تغلطي دعاء. هلا يعني كرمال ابن خالتك الطف عم تجادلينا؟ وبصراحه بدي اقلك انا شاكك اذا عن جد مصلحه عيلتنا لسه بتهمك ولا لا. خليت عن كل شي كرمال هالعيلة حيدر، أنا بحترمك وبحبك من كل قلبي، وبالأخير هيك بتعاملني؟ شوفي دعاء، أنا لا دعاء، لا دعاء، ما قصدي أجرحك. انتي فهمتيني غلط، ليكي دعاء حاولي لو سمحتي تفهميني كرمال تبرري موقف ابن خالتك. معقول معقول تتجاهلي الحقيقة لهالدرجة؟ انتي محترمة وقلبك كتير طيب، بس هالشي ما بيعني انه كل قرايبينك رح يكونوا مثلك يا دعاء. حتى لو كان حدا غير ألطف اليوم، موقفي هاد ما كان رح يتغير. ألطف بيكون قرايبي ومن وقت ما كنا صغار، بس انت قديش صلك بتعرفها لغزال؟
هي ما صار لها ببيتنا غير 4 أيام ومع هيك شو انت مصدقة؟ مشانها انت تناسيت روابطك وتجاهلت مشاعر الأشخاص اللي بتحبهم وجرحتهم ببساطة. يلي عم تقولي مانو صحيح. أنا ما تناسيت ولا تجاهلت ولا اتهمت ألطف بالغلط. أنا حكيت لك يلي شفته. أصلاً أنت بدك تكون غلطان. برأيك يلي شفته غلط؟ بس يلي سمعتي أنت مو غلط. ما عاد بدي نتجادل دعاء. وكيف بقى ما بدنا نتجادل؟ غزل هلا هي اللي ساكنه عنا بالبيت ولازم نعرف شو الموضوع وليش هي كذبت وشو غايتها من كل هالفضيحه وشو كان هدفها كمان. ليش ما عم تسألها إلها؟ بكفي بكفي دعاء خلاص. يلي سمعته بكفيني. ما عاد بدي اسمع عن غزل ولا كلمة بهالخصوص. انتي اخترتي هذا الشاب قليل الأدب والتهذيب لتزوجيه غزل. غلطتي باختيارك لحدا مو مناسب. مين بيعرف شو كان رح يصير؟ متأكدة متأكدة أمي جينا غزل. أمي كان أمي رح تخرب. أمي. أمي أمي لو سمحتي حاولي تفهمي علي شو بدي أحكي. هاي البنت غزل حيدر خدوني على غرفتي ما عاد بدي ضل هون. بهالمكان في ناس ما بتناسبني. اهدي امي ما بقى تحاكي دعاء هيك. يمكن دعاء غلطت بحكمة بدون ما تحس على حالها بس بتضل حبيبتي وأول عن آخر هي رح تعرف وين وبشو غلطها. خدوني على غرفتي وما عاد تناقشوا.